أرى محتاج إلى بين يدي قراءة هذا البيان أن أفيض بمعاني سريعة. أولها أنا نشعر من أعماق قلوبنا بشكر لهذه المنطقة، منطقة مال الدين، إنها قد أهدت إلى العالم قبل 7 قرون شخصية ثبتة مميزة، هي شخصية الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن هذه المنطقة. ولأن هذه الشخصية شخصية تاريخية ذات تأثير عميق في التاريخ، نحن الآن بعد مولده 7 قرون نجتمع لنتذاكر شيئا من علمه. فتحية من أعماق قلوبنا لهذا البلد الطيب المبارك. ثانيا، نحن نحيي هذا البلد المبارك الذي يقدم درسا للعالم. فالسجادة التركية تضم ألوانا وخطوطا ونقوشا متنوعة، لكنها منسجمة ومتموجة بجمال رائع. ولذلك أكرر الكلمة التي قلتها في بداية هذا المؤتمر، إننا نهنئ هذه الدولة، أنا لم نسمع فيها صراعا طائفيا، وإنما تعيش كل هذه الطوائف في نقش جميل في لوحة رائعة. ثالثا، من أعماق قلوبنا نشكر أبناء هذه المنطقة الذين احتفوا بالعلماء والمشايخ حفاوة بالغة. ومن مظاهر هذه الحفاوة أن معالي رئيس الجامعة وفضيلة المفتي قد جلسوا معنا في كل الجلسات وكأنهم أعضاء في المؤتمر، بصبر جميل ونفس طويل يستحق منا تكرار الشكر. رابعا، عندما نجتمع في هذا المكان لنتحدث في هذه القضية الخطيرة، فإننا لا نبالغ في الأحلام ولا نتصور أننا بتلاوة بيان سيتوقف العنف الذي يوجد الآن بألم وأسف في العالم الإسلامي، لكن الشيء المهم أن يصدر من علماء الإسلام رأي علمي جلي صريح يمايز هذا الجنوح ويفرزه ويبين أن هذه ليس له أثارة من علم وليس له صلة بميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ويقدم هذا المؤتمر للعالم بيانا جليا أن كل مسلم يتحمل رسالة من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث رحمة للعالمين، فإن كل مسلم يتحمل مسؤوليته في إيصال هذه الرحمة للعالم. وختاما، أختم بمشهد نبوي جميل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقد رأوا أعرابيا بال في طائفة المسجد فأرادوا أن يزجروه، فقال دعوه دعوه لا تعجلوه، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. راقب اللفظ النبوي، قال فإنما بعثتم، ولم يقل فإنما بعثت، لأن كل مسلم مبعوث برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذا الملتقى نؤكد أننا مبعوثون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم، نحن مبعوثون بالرحمة والمحبة إلى العالم، وما يجري من عنف وإجرام
وتدمير، نعلن براءة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله منه. أعيد الشكر والحب لماردين وأهل ماردين على كرم الضيافة وجميل الحفاوة، والسلام عليكم.